عبرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب جايم عن استياءها من الرقم 2020، رغم انه هالرقم هو عنوان مسلسلها الجديد. ونشرت نادين صورة كانت تصورتها بأول يوم تصوير للمسلسل وعلقت عليها وقالت: سيلفي أول ما بلشنا تصوير مسلسل 2020، قد ما هالرقم نحس حتى المسلسل نحسته معه، كان حسسني قلبي من الأول انه هالاسم ما بيطمن، ما ارتحت له، يخرب بيتك ملا سنة ولا أبشع، نفسيتي تعبانة. من بعد ما كانت أعلنت اعتزال التمثيل من حوالي 3 أسابيع، قالت الممثلة السورية جيهان عبد العظيم لموقع الفن: كتار رفضوا هالقرار، ووصلتني ميات الرسائل اللي عم بتطالبني بإني غير رأيي ليشوفوني من جديد على الشاشة، وهالشي خلاني ارجع رتب ورائي وفكر عمهلي ويمكن اتراجع عن قرار الاعتزال. ما بعرف شو بخبي المستقبل، وكله اسمي ونصيب. قال بعض المتابعين انه تمثيل الممثلة المصرية داليا البحيري بمسلسل فالنتينو مش منيح وهي السبب بفشل المسلسل، وقال غيرهم انه داليا ما عرفت تحكي بلهجة اهل طنطا، وكان ممكن لبطل المسلسل الممثل المصري عادل امام انه ينقي ممثلة غيرها تكون محترفة اكتر منها. على الرغم من التزامه هو وعائلته بحظر التجول والحجر المنزلي، قال الممثل السعودي عبدالله الجميري انه من بعد ما رافق امه بزيارة لاخواله رجع على المدينة المنورة وبينت عليه عوارض الاصابة بفيروس كورونا، وخضع للفحوصات بالمستشفى وتأكدت اصابته بالفيروس اللي انتشر بين افراد عائلته. نشرت الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن فيديو من حلقة مبارح من مسلسلة أولاد آدم، وعرضت ماجي مشهد دخولها لغرفة برادات المستشفى لتكشف على جثة صديقتها صفاء اللي بتجسد دورة الممثلة اللبنانية رانيا عيسى، وعلقت ماجي وقالت: هالمشهد كان تصويره صعب نفسيا كتير بغرفة برادات الموتى، ما ممكن تتصوروا شو حسيت لما فتنا على الغرفة تناخد هاللقطة، هيك بتكون صفاء انقتلت، شو ناطرنا بأحداث أولاد آدم بعد؟ اتهم الفنان الكويتي نبيل شعيل بتزوير الحقيقة بسبب غنية باقونا هنا اللي طرحها سنة 2018، ونسب فيها الشخصية الكرتونية السندباد البحري لدول الخليج، وقال لمتابعين العراقيين انه سندباد هو بحار مشهور من بغداد. وعلقت الإعلامية العراقية سهير القيصي وقالت عن سندباد: بوليوود بتصوره كأنه من الهند، وغيرهم بينسبوه لجزر الواكواك، سندباد بغدادي وما رح يصير غير بغدادي. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.